مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه السلسلة من التغطيات الخاصة في قناة الرافدين بشأن ثورة تشرين واستمرار زخمها رغم كل أشكال القمع الحكومي والميليشياوي ضد هذا الحراك الشعبي، حيث انتهت مهلة الوطن التي منحها ثوار تشرين للعملية السياسية، فيما بدأ المتظاهرون بخطوات تصعيدية سلمية رافضين أي محاولات للالتفاف والتسويف أو إشغال البلاد بأزمات خارجية كتلك الدعوة التي أطلقها مقتدى الصدر من مقر إقامته في إيران من أجل الخروج في تظاهرة مليونية ضد الوجود الأمريكي في العراق. يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي دكتور رافع الفلاحي. أهلا بكم دكتور. حياكم الله. مرحبا. ومعنا عبر الهاتف من بغداد الأكاديمي والناشط في التظاهرات الدكتور قحطان الخفاجي. أهلا بكم دكتور قحطان. أهلا بك، حياك الله أخي العزيز. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذا بدأنا معك دكتور قحطان الخفاجي، استشهاد متظاهرين وإصابة آخرين برصاص القوات الحكومية والميليشيات في بغداد، كيف تقرأ عودة المتظاهرين بهذه الشراسة مع انتهاء المهلة التي وضعها الثوار للحكومة؟ أكرر الترحاب بك أخي العزيز والشهداء الأبرار ورحمة الله ولطفه على الجرح. نعم. حقيقة الأمر هذا الذي حصل اليوم من انتهاء مهلة بعد 3 أشهر من الصبر ومن الوعي ومن الالتزام دلالة على أن هناك وعي كبير لدى الحراك ولدى من يقود الحراك. حالة ثانية، مجابهة هذا الوعي وهذا الصبر وهذه الروح الوطنية بقتل ودمار وعنجهية تؤكد أن مصداقية ما ذهب إليه الحراك أولا، وتؤكد أن الذين يقومون على أمر العراق الرسمي هم أناس لا علاقة لهم بواقع العراق ولا بمستقبله، وبالتالي هذا يؤكد على سلامة موقف الحراك ووعيه، ويؤكد كما قلت على أن الطغمة الحاكمة للعملية السياسية الآن لا تعي كيف تدير الأمور بما يخدم العراق لا قد كما تدعي أنها هي جاءت لكي تمثل العراق. إذن هو بداية حقيقية إلى تطور نوعي في السلوك السلمي للحراك، وهو بداية أيضا تراجع وانكشاف الحجة الذي كان تقف خلفها الحكومة بادعائها بأنها مع التظاهر السلمي، وبالتالي أتوقع بإذن الله هذا التطور الذي حصل منذ هذا اليوم أو منذ مساء ليلة أمس هو بداية تسريع لنهاية عملية سياسية وإلى أن تتكلل مساعي الشباب الثائر بالنصر بإذن الله. دكتور قحطان، في ظل قربك من مساحات التظاهر، كيف تابعت موقف الثوار واستعدادهم بعد انتهاء المهلة التي حددوها؟ حقيقة الأمر أنا منذ البدء أنا قلت هذه الجماعة الشابة الواعية الناضجة أعطت لنا دليل أكثر ما كنا نتوقع من أن يأتي فعل بهذا الحجم من شباب يتجاوز أعمارهم 16 أو 20 أو 25 عام. الاستعداد النفسي والروحي كان سيد الموقف، وأنا رأينا أن لا شيء جديد في أدوات الاستخدام قبل التظاهرين، لا شيء سوى العلم ولا شيء سوى تقديم الروح. إذن عملية النضوج الوعي والمسؤولية الوطنية وأن الأمر أصبح بهذا الحجم من الوعي لدى الشارع أعطانا هذا الدليل وهذا الزخم المتواصل لنجاح هذه المجموعة ووعيهم. هذا جانب آخر في حقيقة الأمر، عندما عجزت الحكومة من التعامل المنطقي مع هذه المجموعة ولجأت إلى الآلية الخاطئة وهي القتل، والقتل لا يثني عزيمة من هذه النوعية، دل على أن للحراك خيارات عدة والحكومة خيارات تتراجع أو لا خيارات بالواقع الأمر. إذن نحن لاحظنا أن استعداد الشباب للخطوة الآتية استعداد واضح، لأنه ينطلق من الذات وينطلق من الإيمان، واستعداد من هذا النوع بالتأكيد شيء أكله بإذن الله،
وبالمقابل أكد الحراك على أنه ليس مجرد أرقام وأعداد وأيام تمضي، لا هناك رؤى وهناك تفكير وهناك التخطيط وهناك صرع العزيمة. إذن الحراك أعطى أكثر من دلال إيجابي وحقق على الساحة وعلى أرض الواقع أكثر من صدق في الرؤية وصدق في التطبيق. سأعود لك بعد قليل دكتور قحطان، أنتقل للدكتور رافع الفلاحي. دكتور، الثوار يؤكدون انتهاج سياسة تصعيدية سلمية بعد انتهاء مهلة الوطن التي حددوها، كيف تابعت استمرارهم في إصرارهم على مواكبة هذا الحدث خاصة بعد انتهاء المهلة وهذا التصعيد السلمي الذي تابعناه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني أرحب بضيفك عبر الهاتف الدكتور الفاضل قحطان الخفاجي. نعم. أقول إنه هذا التطور في التصعيد هو يعني متوقع جدا وليس مستغربا، ويأتي في سياق هذه الثورة التي مظهرها الأساسي هذه التظاهرات الواسعة في كل ساعات التحرير في كل المدن العراقية الآن اللي موجودة في الجنوب والوسط. الحقيقة هذه الثورة بعد أكثر من 3 أشهر أعطت فرص كثيرة للعملية السياسية وقواها وحتى ميليشياتها وقواها الأمنية لأن تتدبر أمرها وتفكر في أن يعني ما يؤكل من جرفها يوميا كبير جدا وهي ماضية إلى السقوط، وعليهم أن يتدبروا أمرهم وينزاحوا عن العراق ليأتي أبناء العراق هؤلاء الذين خرجوا بهذه التظاهرة من 1 تشرين وقدموا كل هذه التضحيات ليحكموا بلدهم ليستردوا بلدهم ويحققوا هذا الشعار الذي رفعوه الشعار يعني الكبير في معاني وفي عمقه، نريد وطن. لكن هذه السلطة الحقيقة استخفت بكل تضحيات هؤلاء الشباب، استخفت بكل مطالبهم، استخفت بكل وجودهم، للدرجة اللي حتى البرلمان هذا الذي يدعي أنه يمثل الشعب والذي يقولون أنه هذا الشعب مختاره وهذا الشعب براء من هذه القضية، هؤلاء لا يمثلون الشعب. يعني هو البرلمان طبيعيا يعني كل شخص بيمثل مجموعه معينه من الشعب، وبالتالي كل هذا البرلمان اعضاء البرلمان يمثلون الشعب كامل، هؤلاء لا يمثلون الشعب. واثبتوا بخطوتهم الان باخذ اجازه لمده 1.5 شهر الان، اجازتهم الخريفيه الشتائيه ما اعرف ايش يسموها، والذهاب الى مصايفهم الى مشاتيهم الى ما اعرف وين، اخذوا عوائلهم وراحوا، والشعب في الشارع. والعراق لا أقول في أزمة لكن في خطر كبير. العراق على حافة هاوية، وهؤلاء الشباب خرجوا لينقذوا العراق ليستردوا العراق من هذه الهاوية، والشباب أكثر من 3 أشهر في الشوارع، الشعب في الشارع، ومن يدعون أنهم ممثلين للشعب يأخذون إجازة طويلة ويذهبون. إذن هناك استخفاف، رئيس وزراء يستقيل وهو يمارس عمله بكل يعني رفاهيه وبكل اريحيه. لا يعني وكانه هو رئيس وزراء مو حكومه تصريف اعمال، هذه ليست حكومه تصريف اعمال، حتى دستورهم هذا الكسيح لا يدل على هذا الموضوع. الان يتصرف وكانه رئيس وزراء بكل صلاحياته، مضى شهران عليه بكل صلاحياته، يستهوى هو القائد العام للقوات المسلحه ويامر الخليه الامنيه ما اعرف قوى الامن ما اعرف شنو الوطني لكي تعطي اوامر باعتقال ومواجهه بالرصاص وقتل المتظاهرين بهذه الطريقه. القضيه وصلت الى الحد اللي اكتشف به هؤلاء، وهم يعرفون هذه الحقيقه، يعرفون انه هذه الطغمه لن تستجيب لهم، لكن اعطوا هذه الفرصه ربما لكي يرى العالم بشاعة هذه الطبقة السياسية التي تحكم العراق، بشاعة هذا المشروع الذي يحكم العراق القائم على الفساد والطائفية والخراب، و17 سنة دمر العراق بكل مخرجاته، أرادوا أن يعطوا فرصة للعالم لكي يشاهد هذه القضية، والآن التصعيد هذا خطوة طبيعية، عندما لا تستجيب هذه الحكومة لهذه المطالب، فبالتأكيد هذه التظاهرات لا يمكن أن يبقوا هؤلاء الشباب، لا يمكن أن يبقى الشعب في الشارع كل هذه الفترة. وهذه الحكومة متنعمة مجرد أن تقطع الجسور وفي ساعات معينة يعني تهجم عليهم لتقتل كم يعني متظاهر، وهي تترك ميليشيات تتقنص ويعني في الزوايا المظلمة للمتظاهرين، تختطف هذا وتقتل هذا وتعتقل ذاك وهكذا. الأمور لا يمكن أن تستمر هكذا، هذا الشعب خرج ولديه أهداف، وهذا مثل ما قال الدكتور قحطان
هذه الثورة لهذه مظاهرها في هذه التظاهرات لديها فكر، لديها رؤية. هذا الشباب ليس بلا عقل، لديه رؤية واضحة، لديه أهداف واضحة، لديه قدرة على تمييز الأمور وقراءة الواقع بشكل دقيق وقراءة المستقبل بشكل دقيق ورسم خطواته بشكل يعني تتابعي وتراكمي وصولا إلى الأهداف. إذن هو يسبق هذه الحكومة، يسبق هذه العملية السياسية بكل قواها الميليشياوية والسياسية والأشخاص، يسبقهم بخطوات كثيرة ويعرف إلى أين يذهب. وبالتالي أنت عندما ترى المشهد بهذا الشكل يكون عندك يقين كامل أن هذه الثورة منتصرة، وهؤلاء ذاهبون إلى 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 إلى, إلى الخسارة، سيخسرون كل شيء وجرفهم يتهاوى. هذه حقيقة الأمور الآن، مهما ادعوا من قوة، مهما ادعوا من بأس، مهما استعملوا من قوات ميليشياوية للقتل والذبح وقناصين والعودة، الشعب ماضي بثورته وواصل. وهذا الشباب يعني أولا نترحم لشهداء هذول الأبرار، ويعني تحية لكل هذا الصمود، لكل هذا الجبروت الجميل الرائع، لهذا الشباب، هذا الصمود، هذا الإصرار. البعض يسميه إصرار على الموت، لا، هو إصرار على الحياة. هؤلاء يصرون على الحياة، يقدمون حياتهم من أجل حياة الآخرين، من أجل حياة الوطن. فهذا هذه فلسفة كبيرة جدا في ثورة ربما يعني لم يشهد العالم لها مثيل. ثورة صار لها حوالي 4 أشهر 3 أشهر ونصف في الشوارع، هذه لم تحصل لا في تاريخ العراق ولا في تاريخ العالم بهذا الشكل، وهي ماضية وشبابها وكل قواها لديهم الاستعداد على تقديم كل التضحيات، وقدموا فاتورة كبيرة من التضحيات لحد الآن، من دماء، من شهداء، من جرحى، من معتقلين، من مغيبين، وما زالوا يعيدون بأنهم ماضون إلى ما هو أجمل وما هو يمكن أن يعطون بتضحيات أكبر وصولاً إلى أهدافهم. دكتور، ذكرت قبل قليل الفرص، إعطاء الفرص. أود أن أشاهد مع حضرتك ومع الدكتور قحطان إذا كنت تسمعني أو إذا كنت تشاهد أيضاً، هذا مقطع من مدينة الناصرية، لقاء من عدد من ضباط وزارة الداخلية بمتظاهرين من مدينة الناصرية. يطلب الضابط من المتظاهرين إمهالهم 2 إضافيين قبل التصعيد السلمي الذي وعد المتظاهرون بالقيام به. رفضوا رفضا قاطعا هذا الرد، وقالوا ما لم يحقق في أسبوع لن يحقق في 2. دعونا نشاهد. اللي ما ياخذ المهلة جد بأسبوع ما راح ياخذها في 2 ولا بثلاث أيام. والله ما تلوم الموضوع بيناتهم، والله احنا رايحين ناكل كتف بهاي الطريقة. رئيس الوزراء اساسا ما كان مطالبنا ان يستقيل، ومن يكون هو حتى يستقيل؟ شنو قيمته حتى يستقيل؟ اساسا انت شفت احنا انا اتحداك تطلع لي مطلب من بدايه المظاهرات، احنا قاعدين نريد عادل عبد يستقيل، من يكون عادل عبد المنعم؟ عباره عن لعابه جابوها، ما من يكون؟ ابدا ما كان من مطالبنا يستقيل، ابدا. اللي ما ياخذ المهله جد باسبوع ما راح ياخذها بيومين ولا بثلاث ايام. 12 سنوات. والله ما تلوم الموضوع بيناتهم، والله احنا رايحين ناكل كتف بهاي الطريقه. رئيس الوزراء اساسا ما كان مطالبنا ان يستقيل، ومن يكون هو حتى يستقيل؟ شنو قيمته حتى يستقيل؟ اساسا انت شفت احنا انا اتحداك تطلع لي مطلب من بدايه المظاهرات، احنا قاعدين نريد عادل عبد المنعم يستقيل، من يكون عادل عبد المنعم؟ عبارة عن لعابة جابوها، ما يكون، أبدا ما كان من مطالبنا. دكتور قحطان الخفاجي، هذا المقطع فيه جزئين سأناقش حضرتك وجزء آخر للدكتور رافع الفلاحي. إذا بدأت معك بالجزء أن من لم يحترم مهلة الأسبوع لا يمكن أن يعطى 2 إضافيين لكي يحقق فيه ما لم يحققه في أسبوع، هكذا رد المتظاهرون على أحد الضباط الذي كان يتحدث من مقر وزارة الداخلية، كيف تعلق على ما سمعت أو ما شاهدت؟ حقيقة الأمر التعليق لا يكون خارج نطاق سياق الحوار الذي أبدع به المتظاهر أو وصف حقيقة وجود عبد المهدي. قال من هو عبد المهدي؟ هو العوبة أو هو أبوك أو هو شيء يعني ليس بقدر المسؤولية. 1 2 قال إنه لم يحترم الوقت وأعطاء من 7 أيام احترام وتقدير لن يعطي 2. هذا دلالة كبيرة على أن هناك درايب اتجاهين،
اتجاه صاحب القرار الذي يعول عليه بعض الذي الاشخاص يعولون عليه ان كل مؤهلا، والتظاهر عارض جدا من هو الذي يقف امامه في المسؤوليه وما هو حجم الحقيقه. اثنين، عارض ان عمليه التسويف وعمليه المماطله هي سمه اساسيه استمدها ليس من حاله استقطائيه عامه بل من واقعيه ان سبعه ايام مهله لم يجتمع عليها ولم يحرك ساكنا. طيب. اذا المتظاهر ادرك ان لا الاراده الحقيقيه للجهه الرسميه حاضره ولا الاهتمام الاني مع الاحداث حاضره، وبالتالي لا يرتجى من التاجيل شيئا. هكذا نقول. ساعود اليك بعد قليل دكتور قحطان، ناخذ تعليق الدكتور رافع الفلاحي على هذا المقطع ايضا. دكتور، ما تعليقك على ما سمعت؟ عبد المهدي من هو لكي اصلا يعني يعطى هذه المهله ومجرد العوبه بيد الاحزاب؟ حقيقة ربما يعني أي متابع أو أي مراقب للوزارات التي تشكلت وهي وزارة واحدة الحقيقة، لأن نفس القوى تتبادل الكراسي من عام 2003 لحد الآن، هي نفس القوى التي تحكم العراق ونفس العملية، هي وزارة واحدة لكن الأشخاص يتبادلون. الحقيقة ربما كأشخاص إذا شخصنا الأمور سنجد أن عادل عبد المهدي أسوأ من حكم العراق في تاريخ العراق كله، للسبب التالي. يعني ربما البعض يقول نوري المالكي واضح طائفي حاقد ويتكلم بصراحة بحقده وطائفيته وخبثه واضح، لكن هذا الشخص يعني عرض على أنه مفكر وصاحب خبرة وقدرات خارقة وجاء للإنقاذ، وإذا به هو مجرد مثل ما قال هذا المتظاهر مجرد العوبة، ويحاول أن يكذب بطريقة غريبة عجيبة على الناس. يعني هو من شارك ومن اعطى الاوامر، يعني هذه كل الدماء التي سقطت في هذه التظاهرات من يوم 1 تشرين لحد الان هي في رقبته، هو المسؤول عنها. يعني لا يجوز ان ترمى الكره في ملعب الاخر، ما اعرف منو هذا القناص اللي ما نعرف منو، هذه القوه التي هجمت عليكم ما نعرف منو، ملثمين طرف ثالث طرف رابع، هذه كذبه كبيره. هو المسؤول الاول والاخير، هو القائد العام للقوات المسلحه، مسؤول عن 17 ما ادري 14 جهاز امني، لديه قوات امنيه وشرطه وجيش وقائد عام للقوات المسلحه، واذا به لا يعرف حتى الاسلحه اللي تخش وتطلع ومن يقتل من ومن. وعندما قتل متظاهر بغض النظر، لا نريد ان نميز بين عندما قتل واحد في ساحه الوثبه قبل فتره، شاهدنا كيف وزارة الداخلية والميليشيات أججت الموضوع. كيف أججت الموضوع وأخرجوا قالوا ذولا خمسة متهمين، لكن يقتلون 700 متظاهر من خيرة شباب العراق. لا أحد يقول لحد الآن، خلي يقولون نتيجة واحدة، من اللي قتلهم، من المسؤول عن قتلهم، من المسؤول عن دمائهم، لا أحد يتحدث. ثانيا، الوضع سياسيا اقتصاديا أمنيا اجتماعيا ذاهب إلى الحضيض، وهو لا يفعل شيئا ويتصرف كأنه هو في مملكة عايش في مكان آخر، ويتكلم بعد حتى بعد استقالته جلس يتحدث على شاشة الفضائيات عن منجزات حكومته، لا أعرف ما هي هذه المنجزات. إذا يعني تكلم بطريقة غريبة عجيبة، يعني مضحكات مبكيات ما أعرف دكتور ممكن أسميها. لماذا يراد أن توصل فكرة للمواطن العراقي أو للمشاهد أن المشكلة في عبد المهدي؟ ما هي هذه القضية من البداية، هم حاولوا تشخيص شخصنة القضية، انه انتم عندكم عبد المهدي راح نشيل عبد المهدي وتنتهي القضية، هكذا كان القضية. وحاولوا يعني من البداية، كان هناك قرار إيراني بعدم استقالة عادل عبد المهدي وصولا الى الحد اللي وصل الضغط عالي جدا وحصروا في زاوية واحدة، واضطروا ان يضحوا بعادل عبد المهدي لكي يقولوا للناس هذا طلبكم. المتظاهرين الثورة هذا لا يشكل عندهم شيء. قالت عبد المهدي، عبد المهدي يشتغل في منظومة معينة، هي المنظومة المقصودة، هي المنظومة، مخرجات المنظومة هذه اللي دمرت البلاد، هذه العملية السياسية بفكرها بتصرفاتها بالبيئة اللي خلقتها بالجو اللي خلقها، ميليشياوي فساد خراب، محاصصات طائفية محاصصات اثنية، هذه التي خربت العراق ودمرت العراق بالنظرة الدونية للشعب. ينظرون نظرة دونية للشعب، يتصرفون مع الشعب كعدو طوال هذه السنوات، انظر ماذا يفعلون في ساحات يعني ساحات ساحات التظاهر، كيف يتصرفون مع الشعب كعدو، يضربونه بأعتى الأسلحة ولا يهمهم شيء ولا يتحد ولا يرمش لهم جفن مثل ما فعل هذا في الناصرية ودخل وين راح، يقولون انه هذا الفريق اختفى، فريق ما اعرف ايش اسمه اللي تابع لمكتب عبد المهدي، اللي ارسله قالوا اختفى، وين اختفى هذا؟ يعني هو شنو
يعني يخطف لواء من من الداخلية في بعز النهار، وخرج يناشد اي ومدير عام يطلع يطلع ما يسمى رئيس الوزراء يناشد بإطلاق صراحة، من تناشد ومن تطلب وما ويتحدثون في نفس الوقت عن السيادة والدولة والأمن والمواطن عليه أن لا يخرق السيادة والأمن. هذا المواطن المسكين اللي خارج بسلمية وما عنده غير العلم العراقي، هو هذا اللي يخرق السيادة ويخرق الأمن؟ هذا ويريد يحافظ على الأمن ويريد يحافظ على السيادة. فالمشكلة ليست في عادل عبد المهدي، ليست في الشخوص، ليست هي المشكلة في كل هذه المنظومة وما تحتويه، مخرجاتها، طبيعتها، سياستها، بالنظام السياسي الذي يجثم على صدور العراقيين اللي أوصل العراق إلى هذا المستوى. نحن نحتاج إلى مشروع وطني ينقذ العراق. العراق رحم العراق ولود، وفيه من الخبرات، فيه من العقول، فيه من أساتذة الجامعة، من الخبراء، من الخيرين، من المهندسين، أطباء، في كل، وهذه ساحات التظاهر مملوءة منهم ومملوءة من يدعمهم. فبالتالي العراق من الوطنيين يعني قادر يفيض وطنية، يستطيع أن يخرج من يحكم بلده بشكل منطقي، من يضع منهاجا وطنيا، مشروعا وطنيا، دستورا وطنيا، قوانين وطنية، قضاء نزيها وشريفا. هذا هو المطلوب، والمطلوب عادل عبد المهدي يضحكون علينا ورا فترة يرجع عادل عبد المهدي يريد يسترد منصبه ويلغوا استقالتي ويروح للأكراد ويرجع ما أعرف وين. هذه اللعبة الغريبة عجيبة، والبرلمان يأخذ إجازة ويروح وكأنكم يعني لا شيء أيها الشعب. إذا هذا الشعب وصلت إلى الحد اللي الآن يحاسبكم. القضية ليست يعني مثل ما تحدث الأخ مع احترامي إليه يقول 7 أيام، هي مو 7 أيام، هي 3.5 أشهر. فأنتوا أعطوهم فرصة 3.5 أشهر، هي 7 أيام الأخيرة، هذا الإنذار الأخير. بس الحقيقة 3.5 أشهر وقدموا كل هذه التضحيات ولا أحد استجاب لهم، ولا أحد إلا بخطط أمنية لقتلهم ولمحاولة إزاحتهم بأي طريقة. هذه سأعود لك بعد قليل دكتور رافع. دكتور قحطان، يعني الآن صدر قرار من الوزارات الأمنية في المنطقة الخضراء أن الشخص الذي سيقوم بقطع الطرق سيلقى القبض عليه. ما الذي يمكن أن يمثله هذا القرار من تأثير على المتظاهرين في ظل القمع الذي يعيشون فيه ويشاهدونه يوميا ويتعرضون له؟ والآن هذا القرار أيضا قرار نوعا ما قمعي لأنه يقيد الحريات. كيف تتعاملون أو ستتعاملون كمتظاهرين مع هكذا قرارات تصدر من الوزارات الأمنية في بغداد؟ بالتأكيد هو هذا قرار يعني يخدم الجهات الرسمية للحد كما يتوقعون أو يظنون من اتساع الحراك الشعبي، ولكن احنا نقول كعراقيين بشكل عام ان اين هكذا قرارات صارمة من الذي يعرض ارواح المواطنين للقتل؟ يعني نعم اذا كنت تعني ان قطع الطريق قد يؤذي الاخرين، لذلك سعيت الى منع هكذا سلوك، وهناك من يقتل الانسان بدم بارد ولا قرار منك ولا متابعه منك ايها المسؤول الامني. هذا حاله. حاله ثانيه، على ما يبدو لحد اللحظه الجهات الرسميه على الشان العراقي لم يعوا حقيقه الحراك الشعبي، الحراك الوطني، مدى الوعي العالي، مدى الاقدام والروحيه العاليه التي يملكها المتظاهر، الشعب الذي لا يهمه الموت، لا يهمه قرار من هذا النوع بالتاكيد. عندما يدرك القائمون على سير التظاهرات ان لابد من حراك بهذا الحجم، لن تقف امامهم هكذا قرارات. فاتوقع هكذا قرارات ليس سوى محاوله للحد من اندفاعات الشارع الشعبي، ولكن بالمقابل ايضا الشارع اوعى بكثير من هذا وتجاوزه. حال اهم من هذا وذاك ان هذا لا يدل الا على عجز حقيقي الجهات الرسميه. لانها كما قلنا ليست قادره على حمايه ارواح المواطنين وما يسمى الطرف الثالث. دكتور قحطان، هو عجز ام تواطؤ؟ هو عجز ام تواطؤ؟ هو تواطؤ بالتاكيد، تواطؤ لا يمكن ان يكون الا تواطؤ مقصود. الذي يقوم بهذا القتل والطرف الثالث والقناص والذي يغيب المتظاهر الذي تظهر الى بيته ويخطر لبيته، بالتاكيد هذه الجهات معنيه مخوله ومحماه من قبل الدوله ما تكون نقاش. ولكن اذا ما ذهبنا باتجاه ان الى حيث يقتنع هو بمعنى انه قراره لصالح العام، نقول فنقول له انت قرارك لصالح العام هو غير مدرك الى حقيقه الامر وعاجز عن تحقيق شيء.
اذا هكذا قرارات استاذ العزيز لن تثني الصباغرين نهائيا من ان يذهبوا بعيدا اذا ما راوا ظهورا لاي مرحله يذهبون اليها. دكتور قحطان، معهد هودسون الأمريكي في تقرير له يقول إن الحكومة بدأت أسبوعا من العنف لإفراغ الساحات من المتظاهرين. يعني نعم نحن نرى الإصرار والصمود، لكن هل استعد الثوار لهذه الحالة التي نحن ربما نرى بوادرها الآن، خاصة في ظل اليوم استشهاد متظاهرين؟ المتظاهر مستعد لأي طارئ من خلال قناعة ذاتية بأن السلمية لأحد السبل الرائعة ثبت كواقع حال. شيء آخر هو البقاء في الساحة واستمرار ديمومة الساحة هي الهدف الأساسي على أقل تقدير لثبات الوجود. ولكن بالتأكيد الحالة تحتاج إلى تطور أكثر وحراك أكثر. إذا الحكومة بالتأكيد لن تدخر جهدا من احتواء الساحة ومن احتواء المظاهرين ومن التأثير على اندفاعاتهم، ولكن لحد الآن على ما يبدو الحكومة وهي دائما قاصرة في فهم الدروس والعبر أنها لم تعي حقيقة الأمر أن أي ضغط لن يجد الشباب إلا إصرارا وإلا ثباتا. ومسألة الوطن وحاجة للوطن والحياة من أجل هذا العراق هو السبيل الأصح الوحيد لإنقاذ العراق دون هلاك، بمعنى العودة والعودة إلى الخلف من قبل الحراك الشعبي. ليس فقط خسارة من موقف معين بقدر خسارة وطن وخسارة مستقبل. وبالتالي التضحية تستحق هذا الحجم من التضحية، ولا أتوقع أن الحكومة ستعد درس لسبب أساسي، لأن هي أساسا ليست صاحبة إرادة ذاتية ولم يكن لها الوعي أن تفكر، بل هي تابعة لإرادة أجندة خارجية وبالتأكيد بصدارة أجندات الإقليمية إيران. وبالتالي الحكومة تبقى بهذه الأعمال الهمجية حقيقة أمره لا مسؤولة والتي تجيد عليها وبالا في الدنيا، وبالتأكيد في الآخرة سيكون عقابهم عند الله أشد وأمر. ابقى معنا دكتور قحطان، سأعود إليك بعد قليل. دكتور رافع، في ظل القمع الذي نراه الآن، هناك تصريح من رئيس أركان الجيش عثمان الغانم يقول الجيش يحمل عملية سياسية. هل يمكن في أي دولة في العالم أن نرى هكذا تصريح؟ واحد من المضحكات المبكيات هذه أيضا حقيقة. يعني بغض النظر، يعني ليس حديثا عن جيش سابق ونظام سابق، لكنهم كانوا يتحدثون أنه الجيش السابق هو جيش النظام، جيش الدولة، هكذا كانوا يقولون. لذلك احنا وافقنا على حل هذا الجيش، وافقوا وضعوا ايديهم مع الامريكان لحل هذا الجيش وتاسيس جيش جديد، جيش وطني هو جيش الشعب وليس جيش السلطه. ماذا يعني هذا؟ عندما يتحدث رئيس اركان نحن نحمل العمليه السياسيه والنظام السياسي، ماذا يعني هذا؟ اذا هذا الجيش ما يقوله هذا عثمان الغانم، عثمان الغانمي اللي هو رئيس اركان الجيش، ما يقوله بمعنى انه هذا الجيش هو مملوك للعملية السياسية ولهذا النظام السياسي، إذا هذا ليس جيش الشعب. هذا الفرق، يعني على الجيش، على ضباط الجيش الكبار، على من يقولون نحن قوى وطنية ونحن جيش الشعب. الشعب خارج بالشارع، أنت جيش الشعب تحمي الشعب، والجيش يجب أن ينضم، اترك سلاحك أخي وانضم للشعب هذا. ما هذا اللي خارج بالتظاهرات هذا واللي يضحي بدمه، هاي الشباب اللي سقطوا نحو 1000 شهيد و27 ألف بين شهيد وجريح ومختطف ومفقود. هؤلاء قدموا هذه التضحيات، هذه الفاتورة الضخمة من أجل الحرية. هذه الحرية ليست لهم، هذه الحرية للجميع، لجميع العراقي، للعسكري أنت والضابط والجندي والشرطي والمهندس والطبيب، للجميع. فبالتالي أنت جيش الشعب أم جيش الوطن؟ ما هو السؤال هذا؟ أنت تقول هنا، أنت تقول نحن جيش السلطة ونحن مع السلطة ضد الشعب. السلطة هذه من أول لحظة دخلت اعتبرت الشعب عدو، ودخلت في تخندقت ضد الشعب، وبدأت تضرب الشعب بالرصاص والاعتقالات والاتهامات، وتحرك ميليشياتها وتحرك قواها وتصور هذه الحقيقة. وقواها كلها والناطقين باسمها يتحدثون بعدوانية مقززة ضد الشعب ويتهمونهم أشنع الاتهامات. هؤلاء الشباب الجميل الرائع، خريجين كليات وكسبة وأبناء هذا البلد، وتعبانين وفقراء، ويعرفون أن بلدهم
قد سرق منهم ويريدون يستردوه. طيب كيف توصفوهم بهذه الأوصاف سواء بلسان وزارة الداخلية وزارة الدفاع؟ والآن الطامة الكبرى يقول بملء الفم أنه هذا الجيش وإحنا كوزارة الدفاع إحنا لحماية العملية السياسية والنظام السياسي. هذه العملية السياسية والنظام السياسي الشعب ضده. أنت مع من؟ أنت ستسحق الشعب؟ ما الشعب خرج إلى الشارع يطالب بإسقاطها، أنت مع من؟ هنا تبرز القضية. إذن أنتم بنيتم جيشا وقوى أمنية، هي جيش وقوى تابعة للسلطة لحماية السلطة لحمايتكم وليس لحماية الشعب. يعني هذا نفس الحديث عن السيادة والاستقلال. أنت يعني الآن عندك 2.5 مليون جندي وشرطي وما أعرف شنو، هم يتحدثون هذا وميليشيات ذولا إذا خليتهم على الحدود على كل حدودك شمالية وجنوبية توزعهم على كل الحدود، هل حققت السيادة والاستقلال؟ ما لا يمكن أن تحقق السيادة والاستقلال. تحقق السيادة والاستقلال إذا أصغيت لهذول المتظاهرين اللي دون حكومة وطنية، الحكومة الوطنية اللي لها مشروع وطني ورؤى وطنية وحزم ونزاهة ومحبة لشعب، هي اللي تحقق لك السيادة والاستقلال. فأنت سيادتك واستقلالك مضمونة بوجود حكومة وطنية. من ضيع الاستقلال والسيادة هي هذه الحكومات، هذه الحكومات الأجيرة لهذا الطرف أو ذاك الطرف، لإيران ولأمريكا ولغيرها ولغيرها، هم من ضيعوا السيادة والاستقلال. السيادة والاستقلال ليست سلعة ممكن تشتريها من السوق لا، أو تستردها بأن تبعث 1000 جندي يوقفون على الحدود لا. هذه قضية لها علاقة بهيبة الدولة، بمشروع الدولة، بالتصرف الدولة، بعقلية الدولة، برؤى الدولة، بفكرها، بنظامها، برؤيتها للشعب، بتعاملها مع الشعب. هي هذه تعيد سيادتك واستقلالك. فالجيش إذا ما هو بالاستقلال ولا بالسيادة خلي ظلوي هذه الحكومة ضد الشعب وهذه القضية. فالتصريح تصريح معيب، فيه انتقاص من كل تاريخ الجيش العراقي. وفيه يعني قضية يحاسب عليها. هذا يعني هذه الأموال التي صرفت على الجيش يمنياً من جيب أبو عادل عبد المهدي، لو من جيب أبو نور المالكي، لو من جيب منو؟ جيب حزب الدعوة. هذه من جيوب العراقيين، من أموال العراقيين. هذه ثروات العراقيين. ما صرف على هذا الجيش تسليحاً وعدة وتدريبا هذه من أموال العراقيين. فبالتالي هو جيش الشعب، يحمي الشعب، يحمي هذا الوطن. الوطن هذا لهذا الشعب. صحيح. مو لهذه الطغمة. صحيح. هذه ذائبة. بس يبقى الوطن ويبقى هذا الشعب، هذه الحقيقة. صحيح. دكتور قحطان الخفاجي، اليوم انتشر مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي لامرأة عراقية كبيرة بالسن دخلت إلى ساحات التظاهر جالبة معها الطعام، تعرضت إلى الضرب على يد القوات الحكومية التي تقف تحت مسمى حماية ساحات التظاهر، وقيل لها بالنص يعني، وهي كلمة بذيئة لن تنطق، لكن جايب أكل الذول الكذا. طيب إذا كانت القوات الحكومية تتعامل مع المتظاهرين بهذه الطريقة نساء ورجال، لماذا نستبعد فكرة تواطؤها أو مشاركتها في إدخال ما يسمون محليا بالمندسين، بالمخربين في ساحات التظاهر، وهي التي تنطق بهذه الكلمات النابية على المتظاهرين؟ موضوع المندسين موضوع الطرف الثالث وموضوع القناص الخفي والمتابع بدأت يعني وضوحها واضحة للجميع، أن هذه المجاميع بالتأكيد بدون كل نقاش هي مجاميع مرتبطة بقوة خارجية أقوى حتى من الدولة، والدولة تتابعها تعلم بها جيدا ويمكن أن تعاتبها. لكن لأن فعل هذه المرأة هو كبير للغاية، أثار هذه المجاميع التي تدعي حب الوطن وحرص الوطن إذ الأمنية، هو الذي جعلها تتعامل مع المرأة بهذه اللا أخلاقية. لأن فعل المرأة كان أكبر من أن يحتوي عقل من هؤلاء، لذلك تهجم عليها ونعتها بنعوت سيئة. هذه المرأة لم تذهب بجهة دستها ودفعتها وأجندة خارجية والتقت بسفارة خارجية أو داخلية، لا، هذه امرأة دفعها حسها الوطني، دفعها أبدائها أمام عينها، دفعها المآسي التي عاشتها خلال 16 عام الماضية، دفعها روح الوطنية. هاي الروح، هاي العنفوان لدى هاي المرأة أغاث هؤلاء
يدعون انهم حماة الوطن بعد القوسين. نعم. لذلك ليس لديهم قدره على ان يكونوا بمستوى هذا الفعل، نزلوا وهبطوا الى هذا المستوى من الهبوط حتى يتعاملوا معها، ولكن نحمد الله ان هذا مضت بالتاكيد الى الى الى, إلى غايتها الاساسيه وهي وحيرها، وبالتالي القافله تسير ولا يهمها نبح الكلاب. عمليه الابقاء على ما يسمى بالهدف بالقوه الثالثه او الجانب الثالث هذا لكي تبقى الحكومه حسب ظنها انها بعيده عن الشبهات مع استمرار هذه المجاميع المجرمه بفعلها الاجرامي ضد المتظاهرين. لا، المواطن والقاصي والداني عرف جيدا من هذه الجهات الثالثه التي هي متنفذه رغم ان في الحكومه والحكومه تتابعها. طبعا العجيب غريب ان هذا الجهه الثالثه لم تكن حاضره امام المتظاهرات التي خرجت امام السفاره الامريكيه. نعم. لم تكن هذه الجهه الثالثه حاضره امام التظاهرات لتشييع الذين سليماني والمهندس. نعم. بعمليه نعم ذكر، لم تكن هناك لا طرف ثالث ولا طرف رابع. الطرف الثالث دائما احنا كمتابعين استراتيجيين نتابع هويه الجهه من خلال الفائده المرجوه من اي فعل. فقتل المتظاهر هي فائده تصب لصالح الحكومه الرسميه. نعم. وهي ضد عمليه الحراك الشعبي. إذا لا يمكن أن يكون الطرف الثالث جهة بعيدة عن الحكومة وبعيدة عن الجهات الرسمية أو الجهات الإقليمية المؤثرة بشأن عراقي. بدأت الأمور واضحة للجميع. نعم. والأفقوك انكشفت والحكومة ما عرفت إلا أن تضحك على نفسها بهذا المسمى، والشعب بإذن الله نقول كمتابعين كمراقبين كناس نعيش الحالة يوميا الشارع العراقي برمته سوى في ساحات اعتصامات أو في داخل بيته هو قلبا وقالبا وروحا مع الحراك الشعبي والثوره. وبالتالي دكتور قحطان، هناك من يرى أن المظاهرات أو الثوار يحتاجون إلى مزيد من التنسيق لنجاح خططهم وتصعيدهم السلمي خاصة بعد انتهاء المهلة، هل تتفق مع هذا الطرح أم أن هناك ربما تنسيقا على الأرض فعلا لكنه يعني ربما غير واضح للبعض؟ كلمة التنسيق بعام هي حاجة ضرورية بالتأكيد لأي جهد جمعي، ولكن يا أخي التنسيق الذي ظهر أمامنا أنا كمتابعين يذهل العقل. القرارات التي تخرج جمعية من هذه المجاميع النشطة الشبابية ويتم التأييد الجمعي لها ويتم الالتزام بها التزاما روحيا وعقائديا وسلوكيا ووطنيا، هذا لا يمكن أن يكون خارج من 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 حالات عفويه، ولكن من الجهه التي تسير هذه المجاميع؟ انا دائما اقول هي حاجه المجاميع للخروج، والحاجه الوطنيه لهذا الحراك هو الذي يوجه الجمع العام للحراك. اذا القياده للحراك موجوده في داخل ضمائر الشباب. نعم. التوجيه حاضر وشاخص في داخل ضمائر الشباب، وسلوكهم الظاهري هو دال على الترابط الكبير بين السلوك والرؤى والتطبيق. إذا القيادة موجودة والتنسيق موجود، والحراك بهذا الحجم لا يمكن نجاحه بهذه الدلالة وهذا الضبط ما لم تكون إدارة ذاتية لامة الجميع وهي إدارة نموذجية بحيث يحدث عنها هكذا إدارة. أي جهة كانت غربية أو شرقية أو تجرب العالم كلها خلت من هكذا إدارة ناجحة إلى حراك شعبي عام بهذا الحجم. شكرا جزيلا لك الدكتور قحطان الخفاجي الناشط والأكاديمي في التظاهرات، كنت معنا من بغداد، شكرا لك. دكتور رافع، فيما تبقى من وقت نتحدث قليلا عن دعوة مقتدى الصدر لتظاهرات يوم الجمعة القادم، هذا التوقيت الذي خرجت به هل هو فعلا لإخراج القوات الأجنبية أم هناك أغراض أخرى؟ دعني قبل هذا أقول ما قال الدكتور قحطان حقيقة يعني دقيق ومهم جدا. فضل. في هذه التظاهرات التي خرجت في هذه الثورة من 1 تشرين لحد الآن كانوا يبحثون عن قيادة هذا الطرف المقابل، طرف الحكومة، طرف العملية السياسية بكل قواها الميليشياوية والأمنية والسياسية، كانوا يبحثون عن قيادات يعتقدون إذا ما صفوا القيادات صفى هذه التظاهرات، لا يعرفون سر قوة هذه يعني هم يقاتلون عدوا لا يعرفون سر قوته. سر قوته أن هذه القيادات في كل عقولها الشباب، كل واحد من هؤلاء الشباب والشابات اللي خرجوا بالساحات
هم القيادة. هذا الفرق. هم قتلوا كثير من الناشطين. هل انتهت التظاهرات؟ هل انتهت الثورة أم زادت غليانا؟ صحيح. اختطفوا الكثير، هل انتهت الثورة؟ هذا جزء من 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 جهلهم. نعم. من عدم معرفتهم. هم يعتقدون، لأنه ترتيبهم العقلي وتفكيرهم العقلي واطئ جدا، يعتقدون انه هذه الثورة لديها قيادة معينة، اذا ما قبضوا على هذه القيادة وقتلوها انتهت. هذه الثورة قياداتها في كل الساحات، كل الأشخاص هم قادة. نعم. الفكر الوطني هذا هو اللي قادهم، هو اللي يحفز لديهم التفكير المنطقي والعقلي واتفاقاتهم السريعة. نعم. على القيام بخطوات مدروسة وواضحة. هذه النقطة الثانية. واحدة من التناقضات اللي خلقت هذه العملية السياسية من عام 2003 لحد هذا، من الاحتلال إلى الآن. نعم. العراق بلد التناقضات. نعم. وهذه مقصودة التناقضات الحقيقة. نعم. هذه القوى السياسية، العملية السياسية دفعت إلى الساحة العراقية هذه التناقضات بهذا الشكل. نعم. أنت ترى اليوم أن يعني لا تتوقع أن تكون الحكومة تتظاهر ضد الشعب. يعني الحكومة بكل قواها، هذه يعني تمثلها بهذه الصورة. الحكومة بكل قواها الميليشياوية والحزبية وقواها الأمنية تتظاهر ضد الشعب. العملية معكوسة، يعني الشعب يخرج بتظاهرات، تخرج الحكومة ضد الشعب بتظاهرات. هذه التظاهرات من يوم الجمعة القادم إذا ما صارت، هذه بهذا الشكل. قوى العملية السياسية تتظاهر ضد الشعب. يعني هي جزء من عندها بالرصاص والاعتقالات والقناصين، وجزء من عندها بهذه التظاهرات تتظاهر ضد الشعب. إذن هي في فكرها، في كل أحزاب هذه القوى في فكرها أن الشعب عدو. نعم. وتعالوا نهتف ضد أمريكا، إخراج أمريكا، ما حتى نحقق. نعم. السيادة. والسيادة قبل قليل قلت. نعم. هم ذول اللي حققوها، هم المتظاهرين. نعم. أنت تريد تحقق السيادة والاستقلال وتريد تطرد أمريكا وإيران وكل أجنبي، قف مع هذه التظاهرات. لأن هذه التظاهرات راح تجيب لك مشروع وطني، تجيب لك قيادة. صحيح. وطنية هي التي تحقق السيادة والاستقلال للعراق، مو حققها تظاهرتك اللي تجيبها وتهتف ضد أمريكا راح تجيب لك الاستقلال. ليش أنت هسه عرفت أمريكا موجودة بالعراق؟ هسه من انقتل سليماني وأبو مهدي المهندس عرفت إنه أمريكا موجودة ويجب أن تتظاهر ضدها وتقول لك كلا أمريكا طلعي. ما أنت قاتلت تحت المظلة الأمريكية الجوية والأرضية طوال هذه الفترة. صحيح. وكانت تحميك وتسلحك وتدعمك طوال هذه الفترة. نعم. لماذا لم تقل إنه كلا أمريكا؟ يعني عندما يتصافح الشيطان الأصغر والشيطان الأكبر ويتخادمون لتدمير العراق، مو كلا لأمريكا ولا كلا الآن كلا لأمريكا لأنه انقتل والسياسة الإيرانية هذه دعوة إيرانية. الشعب يريد كلا للجميع. نعم. كلا لكل القوى، يريد استقلاله وسيادته. وهذه الثورة عارفة وين استقلالها وسيادتها، سيادة العراق وثرواته وصيانته ورفاهيته وحاضرة ومستقبله، في أن تزيح هؤلاء وتأتي بمشروع وطني وقيادة وطنية وناس وطنيين يحبون العراق ويعرفون شلون تصير السيادة والاستقلال أمر واقع، مو بالجنود ولا بالميليشيات ولا بهذه القوة لو وزعتهم على الحدود. هل ستحقق السيادة والاستقلال؟ في دقيقة واحدة بقت، أخرج المتظاهرون بيانا قالوا فيه هناك عناصر تابعة للتيار الصدري تدخل إلى خيامنا تهدد أن يوم 24 القادم يجب أن تخلو الساحات. طالبوا طبعا مقتدى الصدر بالخروج ببيان لي، لكنهم حملوه المسؤولية. هذه التصرفات هل تنم فعلا على رغبة وطنية بإخراج قوات أجنبية؟ ما دخل المتظاهرين إذن؟ أبدا. وأنا قلت هذا القرار قرار إيراني ليس له علاقة. ومن يقول أنا وطني، أنا أنتمي للعراق، أنا عراقي، عليه أن يتبرأ من هذا القرار. نعم. عليه أن ينضم لهذه الساحات بالتفكير المنطقي. ماذا يريد هؤلاء؟ يريدون وطن، يريدون العراق، والوطن هذا باستقلال وسيادة ويطرد لك كل الأجانب، يطرد لك إيراني وأمريكي وغيره وروسي وغيره وكله تنطردون. نعم. ويرجع العراق بوجه الأصيل، وجه العراقي الطيب الجميل الوطني اللي يعرف شلون يتصرف ويعرف يبني علاقاته مع الخارج ومع الداخل بشكل متوازن ومنطقي وعقلاني وحقيقي وعادل. هذا هو المطلوب. أنت تريد تطردهم؟ قف مع التظاهرات، مو تهددهم. فإذا أنت مشروعك غير مشروع. نعم. إيراني. هذا واقع الحال. تيار الصدري اللي يتحدثون الآن بهذه اللغة. نعم. سيخسرون وخسروا. جرفهم الآن يتهاوى. هذا اللي كانوا يدعونه أنه يمتلكون الساحات يمتلكون الشارع، هذه انتهت. نعم. من يمتلك الساحات هو صاحب المشروع الوطني، من يقف مع هؤلاء الشباب اللي قدموا كل هذه التضحيات. مو يجبرهم تعالوا نتف ضد أمريكا. نعم. حتى ندعم المشروع الإيراني.
يعني ما يخالف العراق ايراني يبقى ما يخالف، بس خلت تروح امريكا، ما امريكا قتلت 17، ما هي جابتكم؟ ما هي امريكا هي جابت العمليه السياسيه، ليش قبلتوا بها؟ ما هي خلت لكم الدستور، ليش قبلتوا بها؟ العمليه السياسيه هاي كلها بتفاصيلها امريكا من صممها، وحكمكم بول بريمر سنه كامله ومجلس الحكم كلها ايدتوها وصفقتوا لها، والقواعد موجوده، واللي قاتلوا الامريكان سميتوهم ارهابيين وقفتوا ضدهم، ولحد الان قسم من عندهم بالسجون مغيبيهم، واللي قتلتوهم قتل. طيب وين شكل المقاومه مالتكم؟ وين شكل الان ذكرتوا المقاومه وذكرتوا ان العراق سيادته واستقلاله ناقصين ويجب اعادتهم بعد مقتل هؤلاء؟ هذه قضيه معيبه، معيبه وواضحه، والشعب واضحه امام الصوره، وعليه من ينقذوا انفسهم يتخلوا عن هذا المشروع، ومن يقول انا وطني عليه ان يكون مع شعبه. هذه الحقيقه، ما يقعد بقوم يلتقي بالميليشيات ويقررون الميليشيات ويؤيدون الميليشيات الوقحه. طيب ما الميليشيات الوقحه اللي تنتقدوها انتم، قلتوا تقتلوا المتظاهرين، الان تريدون من المتظاهرين ان يسيروا وراء هذه الميليشيات التي قتلتهم الوقحه وتصفق. هل يعقل هذا؟ هل هذا منطقي؟ هذه التناقضات. لذلك انا قلت هذه تظاهره الحكومه ضد الشعب. الحكومة تأتي بتظاهرات ضد الشعب لتقتل الشعب، هذه حقيقة الحال، عليهم أن يعوا هذا الموضوع. ويكفي لعبا، يكفي يعني متاجرة، مساومة، لعبا بالألفاظ ولعبا بالخطابات ولعبا بكل شيء، يكفي. العراق 17 سنة قدم ما قدم من التضحيات، وهؤلاء الشباب لن يتراجعوا وستخسرون. شكرا جزيلا لك دكتور رافع الفلاح، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا في الاستوديو. ونشكر كذلك مشاهدينا الكرام الدكتور قحطان الخفاجي الأكاديمي والناشط في التظاهرات، كان معنا عبر الهاتف من بغداد. وشكر لحضراتكم لطيب المتابعة، إلى اللقاء.